بسم الله الرحمن الرحيم، وبها نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. بص، النهاردة بقى معانا أكلة مصرية أصيلة، يعني الشعب المصري كله مستغناش عنها، وأنا أول مرة أعملها معاكم، وكانت جميلة جدا، وأول مرة أعملها برضو بالطريقة دي، قلت أغير شوية، فطلعت جميلة جدا بصراحة. يعني دايما أجرب معاكم، والحاجة اللي بجربها معاكم أول مرة بتطلع جميلة بصراحة، فأتمنى إن انتوا تعملوها. أنا ما قلتش إيه الأكلة اللي المسقعة. طبعا هي ليها أكتر من طريقة، وفي بيحطوا لها أكتر من يعني من نوع خضار، في بيحطوا معاها البطاطس، في بيعملوها بالبدنجان بس، فأنا اكتفيت النهاردة أعملها بالبدنجان بس، كانت جميلة جدا. طبعا ضفت معاها حاجات تانية، بس يعني قصدي ما حطيتش معاها بطاطس، كانت خفيفة وكانت جميلة جدا. ودي انا عاملاها للدايت، واللي هم مثلا عندهم الكوليسترول عالي، فهيحبوا المسقعة بالطريقة دي جدا، وصحية ليهم جدا، لان ما فيهاش نسبة دهون عالية، يعني تقريبا كده ما فيهاش دهون خالص. فهنشوفوا هنعملوها مع بعض ازاي. يعني كانت خفيفة خالص خالص، وبصراحه انا اكلت منها، مش قادره اقول لكم اكلت منها كميه قد ايه، والله العظيم قايمه حاسه ان انا ما اكلتش حاجه خالص من كتر ما هي خفيفه جدا جدا وكانت صحيه. وان شاء الله تعجبكم بالطريقه دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، وتشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بصوا هنا بقى، انا ما قلتهاش، انا شويتها، وشويتها يعني بكذا طريقه، واللي انا عملتها في التوستر دوت. لو ما عندكوش التوستر دوت ممكن تعملوها برضو بطريقه تانية. هنا رصيتها ويا دوبك دهنتها دهنه زيت، عشان بس تدي وش كده تتشوى معانا. هنا طريقه تانية، حطيتها في صينيه وبرضو دهنتها دهنه زيت وحطيتها في الفرن. انا بديكي كذا طريقه. وهنا اخدت شبكه البوتاج الفرن، رصيت عليها البدنجان، ويا ريت تقطعيه يكون سميك شويه عشان خاطر يستوى معاكي الشوي، ما يجلدش منك وينشف. دهنتها برضو دهنه زيت خفيفه ودخلتها في الفرن. هنا بقى انا مش هعمل لها عصاج، يعني دايما احنا كنا بنعملوها بنحط عصاج رق بدنجان من تحت ورق من فوق والعصاج من تحت. انا عملتها بطريقة مختلفة شوية، بس طلعت جميلة جدا. هنا هعمل اللحمة المفرومة اللي عندنا، هتبقى عبارة عن اقراص وكفتة. حطيت عليها البصل، فرمت بصلتين وملح وفلفل اسود وعصرة ليمون، وهنخلطوها حلوة قوي. ويا ريت كده عجنه بايدك حلوه كده عشان كل حاجه تتجانس مع بعضيها. يعني اي كفته احنا بنعملوها لازم بندعكوا البصل مع اللحمه حلو قوي قوي، لحد ما تحس ان هي كده ايه فتلت منك. انا هنا شلت حبه لحمه مفرومه، هقول لكم هنعملوا بيها ايه دلوقتي. هنسيبوها في التلاجة شويه، وهنعمله الصلصه بتاعتها. هنا نزلنا بعصير الطماطم اللي عندنا، حطينا معاها قطعه الزبده، وهنراعوا برضو ان هي الصلصه بتاعتنا تبقى صحيه، ولا حمرنا بصل ولا اي حاجه. وهنا قطعه اللحمه المفرومه اللي بالبصل شيلناها على جنب، نزلناها على الصلصه وعملناها كلها ني في ني. على فكره انا بعمل الصلصه دي برضو لما بعمل خرشوف باللحمه في الفرن، او بطاطس بالمحشيه باللحمه، بعمل الصلصه بتاعتها بنفس الطريقه دي. يعني بدل ما تحمري بصل بقى وتسبكيها والكلام ده كله، لا، بتحطي الصلصه على النار على طول، وبتحطي لها حبه من اللحمه المفرومه، بتبقى جميله جدا جدا، بيبقى طعمها حلو قوي. حطينا ملح والفلفل الاسود، بهرنا الصلصه اللي عندنا. يا دوبك بس هتستوى اللحمه فيها، الصلصه هتاخد من طعم اللحمه والبصله، وهنطفو عليها. هنا اللحمه المفرومه بقى اللي عندنا هنعملوها اقراص. كانت الطريقه دي بصراحه كانت اجمل من لما بعملها عصاه كده وبخليها في وسط البدنجان. كانت الطريقه دي كانت جميله جدا جدا.
الاولاد عندي حبوها برضو احسن من المسقعه الطريقه العاديه. بص البدنجان هنا بقى بعد ما اتشوى، عايزه اقول لكم يعني كله اخد من طعم الشوي بتاع البدنجان، كان طعمها رائعه. رصتينا زي ما حضراتكم شايفين كده رق بدنجان ورا بعض، بدنجانة ورمينها الطماطمية والفلفلاية والقرص اللحمة المفرومة، رصيناهم ورا بعض كده زي ما حضراتكم شايفين، وهننزل عليهم صلصة الطماطم اللي عندنا. احنا هنا بنحب الصلصة بتاعتها بصراحة كتيرة. انت عايزة بقى تقللي من صلصة الطماطم شوية قللي، يعني انا بديكوا الفكره وانتوا غيروا فيها بقى زي ما انتوا عايزين. عايزه تقللي في اللحمه المفرومه قللي، عايزه تكتري في البدنجان شويه. انا هنا عندي البدنجان كان قليل شويه، يعني انا كنت متعمده ان انا اكتر فيها اللحمه المفرومه اكتر، فانا بديكوا الفكره انتوا بقى عايزين تنوعوا زي ما انتوا عايزين. ولعنا الفرن طبعا مسبقا، حميناه وحطيتها من تحت حوالي ربع ساعه، بعد كده حطيتها على الشوايه، حطيت من فوق الوش بس كده رشه فلفل اسود. طبعا انا مبهره الصلصه الطماطم اللي عندي مبهراها، بس رشه فلفل اسود فوق الوش كده بتدي طعم جميل جدا. قعدت حوالي نص ساعه في الفرن، وده كان الشكل النهائي. عايزه اقول لهم كانت اكثر من رائعه، كانت جميله جدا جدا وخفيفه، يعني احلى من في الموضوع ان هي كانت خفيفه جدا جدا وكانت صحيه، وطبعا ما فيهاش ايدام خالص، ما فيهاش زيوت. البدنجان مش شارب زيت لان ما اتقلاش من اساسه، يا دوبك كده دهناه دهنه زيت وشوناه زي بالطرق اللي حضراتكم شفتوها، فكانت اكله صحيه وكانت جميله جدا جدا، من اروع الاكلات ومن اخف الاكلات اللي انا عملتها وعجبتهم هنا الحمد لله. اهم حاجه ما عيبوش عليها، يعني انا قلت عشان معموله صحيه، يعني اكتر الاكلات الصحيه بيبقى ملهاش طعم والاولاد مش بيقبلوا عليها، فدي الحمد لله عجبتهم، واتمنى ان هي تعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ولو عندكم اي استفسارات او اي حاجة قولها لي في التعليق، وياريت تشيروا الفيديو لاحبابكم او اصحابكم عشان برضو الكل يستفاد من وصفة زي دي صحية، واللي عامل دايت برضو هتنفعه للدايت جدا، واللي عنده الكوليسترول عالي شوية برضو هتكون مفيدة ليه جدا. غير كده وكده كانت طعمها جميل جدا. لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. معاكم غدا الصمدي، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في فيديو تاني إن شاء الله.